أيها الأحرار في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربك لما يريد يهتك ستر الحرامي على أهون الأسباب، وتبقى أنت قاعد لبيك ولا عليك، ويجي لحد عندك السبق والمعلومات. الكل بيسمع عن فضيحة كبيرة جدا بعد ما أعلنت السلطات في دولة زامبيا أنها مسكت طيارة مصرية خاصة كانت مليانة دولارات وذهب وسلاح. يعني ببساطة، هل دي أول مرة الطيارة دي تخرج بفلوس بسلاح بذهب؟ ولا على رأي عادل إمام متعودة دايما؟ الطيارة دي عملت أكتر من 300 رحلة خلال سنة، نص الرحلات دي يعني 150 رحلة من وإلى القاهرة. لكن لو مصمم تعرف مين المسؤول، رحبوا معايا برجل المخدرات والسلام. حضرت السادة، رحبوا معايا بصديق محمود السيسي إبراهيم العرجاني. ده هو زي اللي بيقول أنا الحرامي، لأنه كسر الصمت الحكومي وطلع ببيان كان من أوائل المدافعين عن النظام في قضية الطيارة، وكأن على رأسه بطحة. الحكومة نفسها ما اتكلمتش، لا النائب العام ولا السيسي اللي قاعد بالمايوه، ما حدش فتح بقه. احنا ببساطة من خلال ربط شبكة المصالح دي ممكن نقدم للسيد النائب العام حمادة الصاوي اللي نايم في الدرة لائحة اتهام مبدئية، بنطالبه انه يحقق في علاقتهم بالفساد وتهريب الثروات اللي بيحصل في مصر. سيادة النائب العام، دي لائحة الاتهام: عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي، عباس كامل، محمود السيسي، رجل الأعمال السيناوي إبراهيم العرجاني، المستشار أحمد السيسي، رجل الأعمال صافي عنتر وهبة. احترموا الناس، ولو مش عايزين تحترموا الناس اللي موجودة دلوقتي، احترموا تاريخ الناس اللي جاية. قولوا الناس اللي جاية الطيارة دي كانت بتاعت مين. إنما الحقيقة ما تنتظروش إجابة، لأن البلد ممسوكة بعصابة حرامية. ولو في إجابة على سؤال واحد، هتكشف لك قد إيه البلد دي من 10 سنين مسكنها عصابة جعانة بتتاجر في أي شيء وفي كل حاجة. إيه يا جماعة، في حرب بين مصر وإسرائيل ولا إيه؟ إيه في إيه؟ الطيران الإسرائيلي داير بقاله ساعتين داير فوق سيناء. جندي مصري من الشرطة المصرية قتل 3 جنود إسرائيليين قبل ما قوات إسرائيلية تتبادل مع إطلاق النار. ده العنوان من الإعلام العبري. الإعلام بتاعنا الحقيقة هو إعلام 67، ما بيتغيرش. هو إعلام أسقطنا 42 طيارة، ما بيتغيرش. على حطة إيد كروان الإذاعة محمد فتحي. بينما عزيزي المشاهد، كان المسؤولين الإسرائيليين والصحافة العبرية كلها شغالين تصريحات، كان لسه المتحدث العسكري ننوس عين أمه بيفرق عينيه وعامل نفسه من بنها نازل بنها، لحد ما أخيرا طلع ببيان مقتضب ما فيهوش أي تفاصيل. والبيان أكد على أن المجند المصري ما كانش يقصد يقتل الإسرائيليين، لكنه كان بيطارد مهربين مخدرات. يعني ايه واحد جندي لوحده يطارد مهربين مخدرات؟ يعني ايه جندي لوحده طارد مجموعة مهربين مخدرات وتبادلوا اطلاق النار؟ وايه اللي ودعهم ناحية اسرائيل؟ يعني هم عدوا السلك، كانوا بيلعبوا مساكة، فالعيال قالوا لنا نستخبى في الجانب الاسرائيلي وانت تطاردنا؟ ما تدونا كلام منطقي. انا ليا حتة كده منطقة انا بحرسها، هتيجي جنبها مش هتقول كلمة سر هولع فيك. ليه سايبين المصريين يضربوا اخماس في اسداس ويفتحوا الودع ويقروا المندل والكوتشينة عشان يعرفوا اسم البطل اللي انتوا بتقولوا انه طارد تجار مخدرات؟ ليه تجينا المعلومات من اصدقاء الشاب نفسه مش من الجيش؟ اسمه محمد صلاح ودي صورته، عرفنا منين؟ من اصدقائه على السوشيال برضه. طب ما مش هياخد نشان؟ طب مش تعزموه على اي جنازة عسكرية؟ النهاردة بيتكتموا على مجموعة جديدة من الشهداء المصريين. النهاردة الحقيقة بيتكتموا على عدد رهيب. راحوا ليه؟ كانوا بيحاربوا فين؟ ومع مين؟ ضابط كبير، طيار كبير في الجيش المصري، 2 مجندين، واحد منهم حرس حدود، ماتوا في الأسبوع اللي فات. اتبلغ أهلهم أول امبارح واتعملت لهم جنازة امبارح الفجر، وتشدد على أهليهم وقرايبهم الصبح محدش يقول مات فين وازاي. هو ليه المتحدث العسكري والنظام ما طلعوش يقولوا لنا الطيار أنطونيوس عبد الله حبيب راح فين؟ مات ازاي؟ والمجندين اللي احنا جبنا صورهم واللي طلعت لهم جنازات دول ماتوا ليه؟ وهل في ناس تانية غيرهم ولا لا؟ والسؤال التاني المهم برضه، هم ماتوا فين؟ في أي حتة في مصر؟ وإذا كان فيهم واحد حرس حدود فماتوا في أي ناحية؟ دورنا إن احنا نطالب الدولة إنها تحترم المصريين وتحترم دم أبنائها وتحترم شعبها وتطلع تقول الحقيقة. يا ريت ما تترمخوش على الموضوع زي ما عملتوا في موضوع العريش ومديرية الأمن بتاعت الإسماعيلية، اللي ما نعرفش لحد دلوقتي مين اللي مات فيها، أو موضوع طابة ونويبع وطيارة زامبيا اللي كان عليها ذهب قد كده وما نعرفش لحد دلوقتي مين اللي عليها وكانوا بيعملوا إيه في زامبيا. وكأن إحنا مش شعب، وكأن مش مهم نعرف. لومه نظام بيحتقر شعبه وبيحتقر جيشه، وهان عليه دم كل الشباب دول، ضباط ومجندين، هان عليه فجعة أهليهم فيهم. صرح المصريين بالحقيقة مهما كانت صعبة
صعبة، لكن ما تسيبوش دم أبطالنا وشبابنا دول سايح على الأرض وأهليهم ما تعرفش إزاي راحوا فين. وهم بيحفروا التفريع عبد قناة السويس لقوا سلسلة لمجند مصري، واضح إنه مش كتير في الشمس مفيش مية لحد ما هلك في الصحراء. كل ما بشوف صورة البقايا المجند ده بقعد أسأل، يا ترى قال أمه إيه؟ قال أبوه إيه؟ مات؟ استشهد؟ طب فين البوس؟ طب يا ترى المجند نفسه اللي فضل ماشي في الحتة دي لحد ما وصل عند المكان ده وخرط قواه ومات، يا ترى أصحابه في الكتيبة زمايله القائد بتاعه كانوا بيقولوا عنه إيه؟ مفقود؟ يعني إيه مفقود؟ مفقود إزاي؟ هو راح حارب في المكسيك؟ ده بيحارب على أرض مصرية. أهل الراجل ده أو الشاب ده وصلهم جواب أصفر بيقول لهم ابنكم مفقود أو ابنكم استشهد. حد اعتذر لأهله؟ أحلام واحد ماتت واتدفنت نتيجة تهور حكام هبل مجانين على رأي محمود المليجي أما يدفنوا الشباب سن 15 و17 سنة باسم الحريات الأربعة وعايز نكسبها. وبالفعل ضباط الجيش والشرطة سمعوا كلام السيسي ونفذوه، خصوصا ضابط الجيش زي الضابط زياد حسام اللي كان بطل لقصة غاية في المأساة والتراجيديا. قتل ست دكتورة بسمة، قتلها بمنتهى السهولة، دي اتطحنت تحت عجلات عربية الدكتور زياد. سبب القتل خدش بسيط في عربية الباشا، الخدش ده تسبب في تشريد أسرة كاملة. الدكتورة بسمة وجوزها 3 ولاد عايشين في الكويت صدقوا إعلانات مدينتي إن دي حاجة للصفوة، الناس اللي فيها مش همج. الست نزلت من الكويت أجازة وابنها بيلعب بالسكوتر، فجأة الولد بالسكوتر خدش العربية، كانت النتيجة إن الراجل دور العربية وداس الدكتورة بسمة طحنها تحت عجلات العربية. اتقال له إيه عشان أدوس ست؟ بني آدم، بني كلب، كلب أجرب معدي في الشارع. ده انت لما بتخبط قطة راجل وانت معدي او كلب بيحصل لك مشكلة نفسية. ازاي بقى انت تم تدريبك واقناعك بان الحاجات دي عادي جدا؟ النيابة تصرح بدفنة توفيت في حادث سير بالتجمع الاول مش مدينتي. ازاي كده؟ لانه السيسي قالها، حد يتضرب حد انا يتحاكم الضابط احمد، مش يتحاكم الضابط احمد، خلاص من امن العقاب اساء الادب. انت لو عارف ان انت فوق المحاكمه ومحدش هيسال ولا حقه مين ده، واحد مواطن او دي مين دي، دي واحده ست عادي. يعني كتير من الشعب المصري والعربي عملوا مقاطعه لبعض المنتجات اللي دعمت جيش الاحتلال اللي كان منها ماكدونالدز. في ناس اعتبرت المقاطعه دي مش هتاثر بحاجه، يعني في ناس اعتبرتها انها بتخرب بيت ناس. فروع ماكدونالدز وستاربكس كنتاكي مهجوره في العاصمه المصريه، مهجورة. انخفاض كبير حصل في مبيعات المحل الداعمة للاحتلال بنسبة رهيبة زي ما حصل مع ماكدونالدز اللي انخفضت مبيعاتها إلى 70%. تأثير المقاطعة وصل إن شركة زي ستاربكس مثلا بدأت بأنها تسرح الموظفين بتاعتها، لكن المقاطعة نفسها غيرت وأثرت وغيرت قناعات كتير جدا خصوصا في الشعب المصري اللي الحقيقة عامل شغل عظمة، عامل عظمة. ليه بقى؟ الغرام اللي بين السيسي ودول العالم ده، التمهيد اللي بيعمله على الأرض لموضوع تهجير الفلسطينيين رغم كل الدوشة اللي عاملها إنه رافض وحاجات كده وأنا وما فيش تهجير، إنما إعلامه بيمهد للقصة دي في قصة إخواتنا في وقت مضطرين نقبلهم مؤقتا، وإن الحل الجذري هو مناقشة مستقبل حماس يعني تحقيق أهداف إسرائيل. مصر دلوقتي عندها فرصة إنها تحل مشاكل الاقتصادية، نبتدي بقى نتسرسب ونتدحلب ونتمرمغ كده لحد ما الماء تخش علينا. التمهيد ده بقى من فراغ؟ لا، ده في خطة موضوعة في الكونجرس الأمريكي وجاهزة للتنفيذ، نشرت تفاصيلها إسرائيل اليوم. خطة أمريكية، جريدة إسرائيل اليوم نشرت الخطة دي لتهجير سكان غزة. مصر تاخد 1,000,000 وتاخد المساعدات الأمريكية الخارجية 1,300,000,000، بس الخلاف مع النظام على الثمن مش أكتر من كده. أنت شايف مستوى الحديث وصل لحد فين؟ شايف مستوى التدني؟ العراق تاخد 250,000 ب 150,000,000 وإحنا ناخد 1,000,000، بناخدهم ب 1,300,000,000، ما مش عادل برضه. تخيل بنتكلم عن تهجير شعب بالبساطة دي. السيسي هو كنز استراتيجي للغرب، بيناقش معاهم أماكن منزوعة السلاح، بيناقش معاهم وجود قوات دولية، بيشوف إسرائيل بتنشر خريطة تحط فيها سيناء كمنطقة منزوعة السلاح عشان الفلسطينيين يتهجروا ليها ويعمل نفسه من بنها. عرفت ليه هم فرحانين بالسيسي قوي؟ في الفترة الأخيرة الناس في مصر بقتش عارفة تلاقيها منين ولا منين ويشتكوا من إيه؟ من البصل ولا السكر ولا الرز ولا الذهب ولا حتى كمان اللحمة؟ و
كيلو القوطة يا قطقوطة بكام دلوقتي؟ طمنيني على مصر. أخبار اللحمة والطماطم البصل يا رب تكونوا مبسوطين. يا مرات مرسي ومرات السيسي أخبارها إيه؟ وأنت شفتوا حاجة؟ قلت لكم اصبروا معايا سنتين وهتشوفوا العجب. سكوتك على الظلم والفقر هو اللي هيقتلك. وللأسف حتى لو مت لا قدر الله يعني فهم غلوا المقابر. عندك فكرة؟ المقابر وصلت لمليون ونص. شركة عقارية تكشف عن مفاجأة أسعار مقابر ترد الروح. حاجة تفتح النفس للموت. امال ايه؟ احنا نهزر؟ ده موت يا بيه ما فيهوش فيه هزار. مش ترقد رقدة حلوة كده؟ ما تاكلش ما تشربش وما تفكرش تموت عشان ما تضايقناش. السيسي حامي الحمى المرأة المصرية كانت أجهزته بتضغط على المعارضين ببناتهم ولم يشفع ليهم. إن واحد كان نائب رئيس جمهورية زي محمد البرادعي والتاني كان ابن المؤسسة العسكرية وقائد القوات الجوية زي أحمد شفيق مهددين ببناتهم بولادهم. الرجل اللي كان قائد القوات الجوية، الرجل اللي كان رئيس وزارة، الرجل اللي كان مرشح قوي جدا لرئاسة الجمهورية قاعد في البيت ما تفتحش بقك وإلا بناتك. شوف الوطي، شوف السفالة، وعادي يتهدد بالبنات عادي، بس تتنمر على بنت السيسي؟ هنا بقى نستدعي كل موروث الأخلاق بتاعنا. عيب وما يصحش، ما تتنمرش عليها وما تتكلمش كده وما تجيب سيرة فستانها. بس بنت شفيق لما تتسحل عادي جدا، بناتنا وولادنا لما يتسحلوا عادي جدا، زوجاتنا لما يتجاب سيرتهم عادي جدا. لكن الأخلاق ما نفتكرهاش غير لما بنت السيسي تطلع في الموضوع. بنته دي امبارح كانت لابسة عقد ألماز تمنه بيقولوا ولاد الحلال، احنا ايش عرفنا ان تمنه 8 مليون جنيه. منين؟ السيسي مرتبه 42 ألف جنيه. لا سوري، دول مش 42 ألف، ده بياخد كمان 21 ألف بس. عارف ليه؟ لأنه هو بنفسه اتنازل عن نص مرتبه لصالح مصر. فمن أين له هذا؟ من أين لك هذا؟ على مدار الشهور اللي فاتت كلنا هنا في برنامج مصر النهاردة بنحاول نقول للجميع أن النظام أكتر واحد مستفيد من ظهور مرتضى منصور، لأنه محتاج لأراجوز يتنطط كل شوية، محتاج لواحد رخيص زيه يعمل شو رخيص من حين لآخر، محتاج لواحد حتى القوانين مش نافعة معاه. لكن مرتضى اللي كل شوية نكشف كذبه وتدليسه على الناس وعلى جماهير الزمالك اللي ليها مني كل الاحترام والتقدير، هو واخد الموضوع معانا بشكل شخصي حبتين. الخاين الهارب محمد ناصر بالمستندات ما قدرش يعمل حاجة وهجس وسكت. فجأة امبارح بالليل طالع برضو النهاردة يقول هاجم محمد ناصر بالمستندات بعد قليل فيديو الإرهابي، فضيحة الإرهابي محمد ناصر. بالأمانة يا مرتضى أنا لا أقيم أي وزن لكلامك، لأنه في الحقيقة أنا متأكد وعارف إنك كذاب، لأن مستنداتك ما هيش موجودة أصلا. يبدو أنها اتحشرت في الدرج، يبدو أنك ما عرفش تطلعها. بالقانون مرتضى بره خلاص، انتهى. في النهاية مرتضى منصور بحكم الإدارية العليا أصبح هو أول من حصل على لقب المعزول. مرتضى نفسه اللي من سنة 1995 من ساعة ما عتب أبواب نادي الزمالك ودخل مكان المرحوم فايز الزمر. ما هو دي تاريخ مرتضى، أنا عندي تاريخ مرتضى. أول قضية رفعت على مجلس إدارة الزمالك رفعها مرتضى منصور. النتيجة إن المحكمة حكمت ومرتضى منصور دخل مكان فايز الزمر. من ساعتها مجلس إدارة الزمالك أو نادي الزمالك قضايا محاكم، قضايا محاكم، فضايح، ورث، فلوس. لن تنتهي هذه المهزلة إلا باختفاء هذا الشخص. ده لو كان في نظام في البلد وفيها قانون. بمناسبة القوانين النهاردة السيسي كان عامل فرح العمدة وعازم ناس كتيرة في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني اللي بقى لهم سنة بيحضروا دي الدعوة. زي ما انت شايف كده دعوة فرح، وطلع صاحب الفرح السيسي بيوجه التحية للمعازيم بيقول لهم الحوار ضروري لحل المشاكل والاختلافات في الرأي، أو الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية. بجد الراجل قدو مجلس الشعب بتاع دمياط اللي مسحت بيه الارض وكسرت عينه وانت بتقول انت مين؟ انت مين؟ انت دارش الموضوع اللي بتتكلم فيه ده؟ ده بتاع انت بتحترم الخلاف في الراي؟ مين بقى اللي حضر بمناسبه الدعوه دي؟ مين بقى اللي حضر؟ حضر واحد شتم مصر كلها، شتم ستات مصر كلها، حضر واحد تسبب في قتل 22 شاب من متفرجين الزمالك في الدفاع الجوي، حضر واحد متهم رئيسي في موقعة الجمل، واحد لا بيحترم قانون ولا غيره، واحد عليه حكم بأنه لم يعد رئيس نادي الزمالك. تخيل ده في الحوار الوطني، تخيل ان ده اللي هيتصدى للمشاكل ويوجد لها حلول زي ابن السيسي. يعني الراجل صارف مكلف مؤتمرات ولف على المحافظات وخطابات حنية للمرأة والجيش والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، وكل ده عشان يلمع صورته المنيلة بنيلة قبل الانتخابات الجاية.
هل يجوز؟ هل يعقل دولة فيها 100 مليون شخص من لهم حق الانتخابات في الدولة دي حوالي 60 مليون مش عارف واحد يجمع 25 ألف توكيل؟ ده كلام يا راجل، مش عارفين تلعبوها والله، انتم ملعيبة يا راجل. ده اللي بينصب على الناس بيجمع موظفين شهر عقاري والوزير عمر مروان جنب إلى جنب مع الداخلية إلى جوار البلطجية، مستمرين في قمع المواطنين بحجة السيستم واقع. مش عاجبك؟ اشتكي لهيئة الانتخابات. الأمن ما قصرش مع البلطجية، الأمن اعتقل 3 بس، 3 بقى من بتوع طنطاوي، حبس 3 من أعضاء حملة طنطاوي بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية 15 يوم. أنا مش مصدق، بلطجية عيني عينك في كفر الشيخ والزقازيق واسكندرية، الأمن يروح يقبض على بتوع طنطاوي. أما أي حد بقى فكر مجرد تفكير إنه يكسر قواعد اللعبة ويحول المسرحية دي إلى عمل حقيقي وتنافس حقيقي بجد ويهدد كرسي الزعيم المريض نفسيا، فالانتقام لازم يكون مصيره، عشان يكون عبرة لأي حد يفكر بس إنه ينافس المريض النفسي. أنت تنافسني أنا؟ هي وصل بيك الجراءة؟ ده اللي عمله أحمد طنطاوي اللي النهاردة بدء جلسة محاكمته خلصت يا بيه، مش بشياكة، خلصت ببلطجة. هو اللي بيروح يحط صوته بيعمل ايه؟ بيروح كده لجنة ويحط صوته فيها، يحط ورقة في الصندوق، كويس، الصندوق ده بيروح فين؟ للجنة، اللجنة دي بعد كده في لجنة مركزية أو لجنة العليا، أنت عارف مين اللي حط صوته في؟ ما تعرفش، أنت عارف هو قال أيوة لطنطاوي لا؟ ما تعرفش، أوكي، اللجنة اللي بتعرف اللجنة العليا اللي هناك دي، اللي بيحرصوا على عساكر، اللجنة دي يا حضرات بقى قراراتها لا يجوز الطعن عليها، يعني لو في 60 مليون واحد مصري قالوا عايزين أحمد طنطاوي أو عايزين جميلة أو عايزين الأستاذ فريد زهران، قسما بالله اللجنة هتقول لا ده كلهم قد بصوتهم للمرحوم أنور السادات، خلاص لا يطعن على اللجنة. فتخيل بقى حضرتك انت داخل انتخابات لجنة تم تشكيلها السيسي اللي مشكلها من زبانية السيسي، واللجنة دي في الآخر هي اللي هتقرر مين اللي نجح ولا يجوز الطعن عليها. سيناريو، ادي اللجنة يا حضرات، ادي صورة السيسي على البرج اللي على يمينك، صورة السيسي في النص، وصورة السيسي فوق الناحية التانية البرج التاني. حلاوتك يا حلواني، فين بقى الصمت الانتخابي؟ مفيش حد يقدر يفتح بقه، حد يقدر يقول وحاطط صورته ليه فوق، محدش يقدر يقول، مفيش مذيع هيفتح بقه يقول ده يا جماعه غلط، دي لجنه انتخابيه مفروض تكون محايده. السيسي هو المرشح الانتخابي الوحيد على مستوى العالم اللي بيبعت مساعد المساعد في مناظره انتخابيه، لكن هو ما يروحش. احنا قدام زعيم مغرور شايف نفسه ناجح، ما فيهاش حل يعني، بل انه جاي على نفسه وبيعمل لكم انتخابات، بس بزوم المنظره قدام العالم الخارجي اللي عشانه بس بيعمل انتخابات. انما الحقيقه ان احنا عارفين السيسي، والسيسي عارف، وحتى العالم اللي بره عارفين ان السيسي بيعمل كل المشهد ده مسرحيه. اخيرا الحمد لله ارتاحت القلوب القلقانه وهدت النفوس الخربانه، وحصلت المفاجاه اللي كل الناس كانوا الحقيقه قلقانين عليها، وفاز السيسي بولايه جديده في معجزه قلما تتحقق وغير متوقعه بنسبه جامده جدا. السيسي فاز يا حضرات بنسبه 89%، قسما بالله ما خدها غاندي في الهند. بيحكوا في الاندلس حكايه عجيبه قوي، في خادم نزل السوق راح يشتري شوية حاجات من السوق، وفي السوق بص شاف الموت، بص للموت والموت بصله، الخادم اتفزع، ركبه خبطت في بعضها ووشه اصفر وداخ، جري على سيده، دخل وهو وشه اصفر، سأله سيده مالك في ايه؟ قال انا شفت الموت، شفته دلوقتي في السوق، شفته بصلي ورعبني، ده جاي ياخدني، انا عايز منك حصان وشويه اكل وشرب وهمشي من البلد دي خالص دلوقتي. قال له هتروح فين؟ قال له هروح بلد اسمها مش عارف مغوط ولا ايه، هروح البلد دي ههرب. قال له بس دي بعيده قوي، والحصان اللي انت طالبه ده مش هيوصلك لهناك دلوقتي، ده انت هتاخد فيها يومين ثلاثه، اسمع انا هديك اسرع حصان عندي هيوصلك البلد دي مغوط دي بالليل، خلاص؟ وادي الاكل والشرب، طير. طار الخادم، هذا الحصان وراح البلد الثانيه مغول دي ولا راح. السيد نزل السوق، قعد يدور في السوق على الموت لحد ما لقى الموت، بص في عين الموت وقال له انت رعبت الخادم بتاعي؟ قال له انا؟ قال له اه. بصيت له برعب؟ قال لا خالص، انا بصيت له استغربت لما شفته. قال له الموت بيستغرب لما يشوف الخادم ده؟ قال له ايوه استغربت لاني شفته هنا، المفروض اشوفه مغول بالليل. الموت جايلك يا سيسي، والثورة جايلك، والبلد هتطلع من الأزمة دي وهتتغير كل الأشكال دي، بس في وقت ربنا بس اللي هيحدده.